الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في موقع سيباوي.com. إذا الآن غادي نكملوا على لوبيراسيون اد اجوتي. وقبل ما نبداو في لاجو ديال لي زانفورماسيون في لا باز دوني، غادي نشوف واحد لو كونسيبت اللي واجد مهم في لي فورمولير، في شاك فورمولير، اللي هو لا فاليداسيون. اشنا هي لا فاليداسيون؟ هنا عندنا كاكزومبل هاد الفورمولير. ليتيليزاتور كنطلبوا منه انه يسبيسيفي لينا دي زانفورماسيون فهاد الفورمولير. باغ اكزومبل لو تيتر ديال البروجي، لا ديسكريبسيون ديالو، البيدجي الى اخره. الوغ هاد لي زانفورماسيون لوبجيكتيف فينال هو نهزوهم من هاد الفورمولير ونحطوهم في وسط لا باز دو دوني لوبيراسيون انسيرت. لكن هاد لي زانفورماسيون قبل من انسيرون في لا باز دوني او لا، فهاد لوبيراسيون تاع لانسيرسيون في لا باز دوني كيدوزو هاد لي زانفورماسيون بليزيور ايتاب او لا بليزيور فيلتر الى صح التعبير. بمعنى اخر كنريكوبيري هاد لي زانفورماسيون اللي دخل ليتيليزاتور، كنديهم ديريكتومون فين؟ لا كوش بريزونطاسيون اللي هو المانج دبين. المانج دبين كيريكوبيري دوك لي فالور، كيعيط على لا كوش سيرفيس، ابخي كيعاود يعيط على كوش اكسي دوني. طيب لا كيستيون هي هاد لي زانفورماسيون اللي بغيت انا انسيري في لا باز دوني، دي فوا كنبغي ندير نابليكي شي ريغل على هاد لي فاليداسيون، او عفوا ريغل على هاد لي زانفورماسيون اللي بغيت تخلي ليوتيليزاتور. باغ اكزومبل لو تيتر، تيتر ناخدو كا اكزومبل سامبل اللي هو تيتر. الى مثلا عندنا لو تيتر اوبليغاتوار، بمعنى اخر امبوسيبل انسيري شي بروجي في لا باز دوني الا ما كانش التيتر ديال اوبليغاتوار. الوغ هنا كنبلوكي لانسيرسيون فواحد ليطاب. حاجه اخرى كذلك ممكن تكون ديسكريبسيون اوبليغاتوار، بيوجي اوبليغاتوار، او لا ممكن مثلا ديسكريبسيون ما تفوتش 100 كاركتير. هادو كاملين دي سبيسيفيكاسيون او لا البوزو، هذا هو البوزوان ديال الكليون اللي كيعطيه لينا. اذا وباختصار شديد لي فورمولير قبل ما نسوفغارديو في لا باز دوني كيدوزو واحد ليطاب اللي هي لا فاليداسيون، اللي هي لا فاليداسيون. اش كنديرو في هاد ليطاب ديال الفاليداسيون؟ كنفاليدي او لا كنتيستي على لا فاليديتي تاع لي زانفورماسيون اللي كيدخل ليتيليزاتور، واش كونفورم مع داكشي اللي مع البوزوان ديال الكليون او لا مع البوزوان اللي بغيت انا او لا. لا سي الا كانوا دوك لي زانفورماسيون كاملين كوريكت، لا لوبيراسيون ديال سيف كدوز كيدوز برينسيپ سام. سينو كان شي مشكل، كنوقف لوبيراسيون ديال اد وكنافيشي ليتيليزاتور دي ميساج ديغ. اذا بارمي لي فاليداسيون كاين فاليداسيون ريكوايرد. اذا باش نفهمو مزيان البرينسيپ تاع ريكوايرد، هو انه دي فوا فوسط لا باز دوني الا خدينا مثلا هاد لا طابل او هاد لا طابل بروجي ومشينا لونغلي ستريكتور، دي فوا كاين عندنا هاد لو شوا دا نول. الا جيت مثلا هاد لو تيتر ودرت ليه نو، اش كنعني؟ قلت لي هاد لو شون تيتر نوت نول او لا نوت نال، هذا كيعني انه خصني ان لانسيرسيون باش دوز في لا باز دوني مزيان خص هاد لا فالور تكون ديفيرون دو نول. اذا لاحظنا كاينين دي كونترانت ممكن ناجوتيهم في وسط لا باز دوني اللي من بينهم هاد نوت نول، وما خصنيش انا ندوز لاجو ديريكتومون لباز دوني. علاش؟ غادي ديكلونشي لا باز دوني او لا ايبرنيت غادي ديكلونشي ليا واحد الاكسبسيون دو تيب اس كيو ال اكسبسيون. كا اكزومبل اخر قلنا اوبليغاتوار غالبا سونو، وتقدر تكون ماشي اوبليغاتوار في وسط لا باز دوني، ما كايناش كونسترانت تاع نوت نول ونأجوتيها في وسط هنا نوت نول سونو لو بيزوان تاع ليتيليزاتور. قضيه اخرى نقدر نفاليزي على لا ماكس ديال لي دوني، يعني شحال من كاركتير او لا شحال من مو او لا شحال من لين الى اخره. ممكن كذلك نفاليزي على الفورما ديال ليتيليزاتور او لا عفوا الفورما تاع لانفورماسيون اللي كيدخل ليتيليزاتور. الا خدينا على سبيل المثال الايميل، الا كان عندي شي شون في لاباز دوني سميتو ايميل، ما خصنيش ليتيليزاتور يجي يدخل شي فالور بهذا الشكل هذا ونصوب كارديها. لا خصني نفاليدي لي زانفورما، نفاليدي الايميل حتى يكون الايميل فاليد عاد ندوز لاباز دوني. وهنالك اشياء اخرى بحال مثلا ماكس سايز، هنا ما يفوتش مثلا 10 ديال لي كاركتير، وكاينين دي فاليداسيون اولا دي ريغل ميسي اللي هما افونسي. باغ اكزومبل مثلا يكون لو تيتر ديال البروجي اونيك ما يتعاودش لو تيتر دو فوا، او لا مثلا
البيدجي يكون سوبيريور على واحد لا فالور اكس او لا انفيريور اتسيتا. اذا باختصار هذا هو البرينسيپ ديال لي فاليداسيون. اللي خصنا نفهمو هو انه لي زانفورماسيون اللي كيدخل في اليوزاتور حنا كنكاتشوهم في شي مرحله، سواء كاتشوهم فوسط كوش لا كوش بريزونطاسيون، سواء في لا كوش سيرفيس الا كان كنا كنتحدثو على ريغل ميتي، الا كنا كنتحدثو على ريغل ميتي. الوغ جي اس اف جيراو هاد لا فاصون ديال لي فاليداسيون بواحد الطريقه اللي هي جد جد سهله، بحيث انه ممكن اجوت لي فاليداسيون بدي فاصون كثار وسهل. اذا نشوفوا لو برينسيپ او نبداو في لي برينسيپ ديال الفاليداسيون في الدرس الجاي ان شاء الله تعالى. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.